معنا اتصال ابو محمد من الخرج. نعم. نعم ابو محمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم السؤال. السؤال عندي وصية من جدتي. نعم. أوصتني انها اني اضحي لأباها وقفرت الان الفلوس، كنت اضحي لها مع شيباني وصدق عليها واجعلها من مع شراكة مع اولادي مع والدي. نعم. هل طيب وانا عندي مبلغ، لو اني بقسمها واحط الضحيه زادت الحين، ما ادري يا شيخ انا احطها مسجد ولا المبلغ اللي عندي، ولو ايش اسوي؟ طيب شكرا لك يا اخي الكريم. عفوا يا اخي الوصيه تعمل بما قال الموصي، ضحي لها ولا تشركها مع اخرين في ضحيه، اجمع الدراهم ولو ما ضحيت كل سنة، اجمعها حتى يجتمع ثمن الأضحية ولو بعد سنتين أو ثلاث، ثم ضح لها وحدها ولا تشركها مع غيرها، تمشي على ما قالت ولا تتصرف من عندك، ولا تجعلها في مسجد ولا تجعلها في تحفيظ القرآن، تمشي على ما قال الموصي. نعم.